رح نروح لأولى محطاتنا. نور، البسمة على وش طفل صغير عم يتصدى للألم بجسده شيء كتير مهم. أنك أنت تقول الإرادة والثقة لساتها موجودة عنده، هو قادر أنه يحقق هذا الشيء، فهذا هدف كتير مهم اشتغلت عليه من خلال مؤسسة اليسار لرعاية ومعالجة أطفال السرطان، وقدمت جهود كبيرة من خلال مركز معالجة ودعم نفسي. رح نكون أكثر بتفاصيل هذا الدعم وجهود المقدمة مع ضيفتنا بصباحنا غير الدكتورة غنى نجاتي، هو عضو مجلس أمناء بمؤسسة اليسار لعلاج ودعم أطفال السرطان. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتورة. يسعد صباحكم وصباح كل مين عم يتابعنا. يسعد صباحك. لما نقول أطفال بنعرف قديش هيدا العالم جميل وحساس، وقديش يمكن التعامل معه خصوصا في حالات صحية صعب، وبنفس الوقت جميل لأنه بيعطيك نوع من الدعم النفسي حتى لإلك. خلينا نحكي عن مؤسسة اليسار، شو الدعم اللي بتقدمه لرعاية الأطفال في أي مجالات؟ نحن بنعرف الكبير إذا هو أساساً بيعاني فبده دعم نفسي، كيف الصغير وكيف فيك تخاطبيه أساساً؟ تمام. نحن مؤسسة اليسار، نحن مؤسسة غير ربحية غير حكومية خيرية لعلاج ودعم أطفال السرطان. نحن المؤسسة الوحيدة بسوريا اللي متجهة لعلاج أطفال السرطان بشكل متكامل. عنا عدة برامج يعني متكاملة مستهدف فيها الطفل هو وأهله سوا، لأنه حالة طفل السرطان ما بتخص الطفل لوحده، هي بتمس كل النسق الأسري. عنا نحن برنامج خاص، برنامج طبي مديرته أخصائية الأورام الدكتورة غادة سوسان. عنا برنامج الدعم النفسي والاجتماعي اللي هو بإدارتي أنا كدكتورة بالصحة النفسية. عنا برنامج تغذية اللي بنقدم فيه سلال غذائية مو بس للطفل، للطفل هو وأهله، لأنه كمان التغذية جزء مهم من طريق علاج السرطان للأطفال. صحيح. عنا برنامج الوقاية يلي ممكن كمان نحن نقدمه لمختلف الشرائح العمرية وكل الطبقات الاجتماعية. عنا برنامج تسكين الألم يلي هو البرنامج الوحيد بسوريا يلي لسه لحد الآن ما تطبق. عنا برنامج كمان الدمج والعلاج بعد مشوارهم بالمرحلة العلاجية. وعنا برنامج الدراسات والأبحاث. نحن بمؤسسة اليسار منظمين ومنهدف لأنه كل واحد حسب اختصاصه يقدم الشيء اللي هو بيبرع فيه، لأنه هذا الطفل مو بس بيستاهل الدعم، بيستاهل يكون بقلبنا وبعيوننا. صحيح. لأنه مراحل الشفاء من السرطان هي مرحلة طويلة الأمد، وهو بيلاحظ أي حدا عنده منه حالة سرطان بمختلف أشكاله مع تمنياتنا لهم بالشفاء بيخلصوا من مرحلة علاجية بيبدوا مرحلة تانية. ما هو مجرد فقط عمل جراحي واحد، ولا هو مجرد صورة أشعة واحدة، ولا هو مجرد جرعة واحدة كيماوي، هو مشوار طويل الأمد بيستنزف كل الطاقات يلي عنده لهذا الطفل، وبيستنزف كل الطاقات يلي عند حتى أهله. لذلك نحن ببرنامجنا بالدعم النفسي لأطفال السرطان بمؤسسة اليسار نفهم أنه هاي حرب عم بيعيشها الطفل هو وأهله، ما هو لحاله، وهي مو مسؤولية هو فقط، هي مسؤولية مجتمعية. لذلك كانت أول خطوة لنا ببرنامج الدعم النفسي أنه نحن ندرب فريقنا التطوعي اللي أنا بفتخر فيه وبحبه على طريقة كيف how to tell someone bad news، كيف نحن نخبر المريض وأهله عن ماهية التعامل مع هذا المرض الخبيث. وهون كان بدي أسألك دكتورة غنى، يعني حضرتك مثل ما قلتي بالبداية مختصة بالشق الدعم النفسي، اليوم قديش يعني بنعرف نحن من خلال طبعا ضيوف اختصاصيين كتير مروا علينا وحكوا عن جانب سرطان الأطفال، قديش الدعم النفسي بيشكل جزء كبير من العلاج؟ إذا فينا نقول يمكن نصف الطريق، نصف خليني أقول جراحي أو دوائي، والنصف الآخر بيكون دعم نفسي للأهل المحيطين وهو نفسه. خلينا نحكي عن برنامج الدعم النفسي اللي حضرتك مسؤولة عنه بالبداية. أول خطوة بخطوات برنامج الدعم النفسي هي وقت نحن منخبر المريض لأول مرة إذا هو فعلا طفله ثبت تشخيصه بوزيتيف أنه بالسرطان، كانت يعني أنه النتائج إيجابية وفعلا في سرطان. طريقة نقل هذا الخبر في إلى بروتوكول نفسي معين، ما هي مسؤولية طبيب الأورام وحده ولا هي مسؤولية الأم لحالة. لأنه أكثر تساؤل كان يجيني يقولوا لي أنا فيني ما أقله لابني، أنا فيني أخذه على العلاج بدون ما أنا خبره. هون غلط يمكن. تماما. صحيح. لأنه الطفل عنده ذكاء اجتماعي وعاطفي أكثر منه. ردة فعل. صحيح. تماما. ومشان كمان يعرف في بس شيء. بس هذا بينطبق على كل الأعمار؟ نحن كل الفئات العمرية عندنا بالمؤسسة ابتداء
من هلا اصغر طفل عندنا يا عمره 3 سنين، عندنا اللي عمره 16 سنه. 3 سنين ممكن ينقل له انت مريض سرطان ويستوعب شو هي فكره السرطان؟ اذا نحن من طبعا نحن ما بنحكي مع الكل بنفس المستوى المعرفي، نحن كل شخص بنخاطبه حسب البناء المعرفي والادراكي والخلفيه الثقافيه والاجتماعيه اللي هي عنده اياها. من خطوات الدعم النفسي كمان يلي نحن بالبرنامج عم نقدمها، انه نحن نقدم للاهل بيئه سيكولوجيه امنه ومتينه تحلم فيها انهم يحكوا ويعبروا عن مشاعرهم باريحيه. يعني الاهل كمان هن بحاجه لتفريغ الانفعالات السلبيه يلي هي نتيجه تراكمات عم بيحسوا فيها مع هذا المشوار العلاجي، لانه مثل ما انا قلت هو مو بس صار لخلايا سرطانيه خبيثه، هو كمان استنزاف للطاقات النفسيه بالنسق الاسري. ممكن واحد من الاهل يترك شغله مشان يكون مرافق دائم للطفل، ممكن يستنزف الطاقات الاقتصاديه والمدخرات يلي هن عندهم اياها، رح الطفل يغيب عن المدرسه، رح يصير دائما في حالة توتر وشحن بقلب البيت. لذلك عنا نحن المدربة باسمة صافية اخصائية بجلسات اليوغا، بنقدم للأهل جلسات يوغا واسترخاء خلال برنامج الدعم النفسي اللي نحن عم نقدمه، لحتى الأم وقت تجي لعنا أو الولي الأمر أو الأب يطلع من عنا عن جد يحس حاله أنه هو انشحن بطاقة إيجابية. النقطة الثالثة بخطوات الدعم النفسي هي خطوة العلاج الغير المباشر للطفل. العلاج النفسي للطفل دائما بيكون بشكل غير مباشر، نحن بنقدم لهم أنشطة وفعاليات نفسية بتكون مدروسة سيكولوجيا بكل خطوة فيها. نحن ما بنقول له تفضل أنت رسوم لحتى أنت تفرغ مشاعرك السلبية، بنقول له ورجيني شو حابب أنت تطلع بس لتكبر. دائما بنحاول نعطيه رسائل فيها شعور بالأمل، أنه نحن نحاكيه بلغة المشاعر ونحاكيه بلغة المستقبل. بس تحكي مع الطفل بلغة المشاعر بيتقبلك، أما تحاكيه بلغة العقل والمنطق ما بيجي بباله. يعني دائما كمان من الخطوات يلي بالبرنامج نحن مستهدفينها أنه نحن نحرر الطفل من الشعور بالذنب. طفل السرطان بشكل خاص عنده منه عقدة ذنب أنه أنا سبب دمعة أهلي، أنا سبب أنه أبي باع السيارة، أنا سبب أنه انتقلنا من محافظة لمحافظة. فدائما نحن بنعمل لهم مثلا انا بعمل لهم فعاليه بسمي لهم اياها فرح ومرح، لكن هي بيكون انا عندي مني فيها اهداف معرفيه واهداف سيكولوجيه موجهه خلالها لكل طفل بشيء معين، ومو كل طفل انا بعامله بنفس الطريقه. صحيح. في طفل بعمل له برنامج السيكودراما يلي هو يحكي عن مشاعره باريحيه لانه هو بالاصل توكتف، في طفل خجول ما بيمشي معه هي الطريقه، بعمل له انا من طرق العلاج المعرفي السلوكي هي طريقه قلب الادوار، بيجي بلبسه مثلا مريوله بيضة وسماعه وبقول له انا مريض وهيك حاسس وعم يقولوا لي يمكن شعري يوقع، انا شبني انا شو كذا، بخليهم يحكوا عن الشيء اللي هن حاسين فيه. في كمان عندنا طريقه السرد القصصي للطفل، الطفل من خلال القصه بحس بسحر ومتعه، انا من خلال القصه بوصلهم على فكره التعليمات الطبيه اللي هن بحاجه يلتزموا فيها بدون ما هن انا اقول لهم انه دو اور نوت تو دو، انه يعني افعل ولا تفعل. مثلا بحكي لهم عن قصه بطه هر ريشه واجا الدكتور قال لها انت حطيبي بس لازم انت تلتزمي معنا وانك انت تاكلي منيح وانك انت تنامي منيح وحيرجع يطلع لك فرو احلى من الاول. هي كلياتها ضروري الطفل نحن نتوجه له فيها بلغه المشاعر وليس بلغه المنطق. طريقة العلاج اللي أنا متبعة ببرنامج الدعم النفسي هي العلاج المعرفي السلوكي، طبعاً الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي السي بي تي هو يعني برنامج علاجي عالمي. صحيح. بيهدف لتغيير الأفكار. أنا مهمتي الأساسية غير الأفكار النمطية. يعني نحن عم نسمعك عم سعيدين بكلامك عن برنامج الدعم النفسي والخطوات الأساسية مختلفة عن المألوف، يعني مختلفة عن النمطي، وهذا الجميل من خلال البرنامج، لأنه دائما بنشوف برنامج دعم نفسي من خلال دعم الطفل والأهل من خلال ورشات أو دورات. نحن عم نقول مثل ما قلتي، يعني عم نحاكي الطفل بمستواه الفكري والعاطفي، عم نحرك مشاعره بطريقة سلسة بحيث مثل ما قلتي ما نخليه يحس بالذنب، ما نخليه يحس بأوجاعه، ما نخليه نحس الأهل كمان لأنه هنا بيكونوا مضغوطين للأسف بشكل كتير كبير. تفاعل الأهل والأطفال من خلال هذا البرنامج الدعم النفسي اللي عم تحكي عنه قديش عم يكون يمكن إيجابي، قديش عم يكون في اختلاف، قديش عم يكون في سرعة بالشفاء لما أنا أعرف أنه في عندي مرحلة نوعا ما قاسية بس أنا عم حاول قد ما فيني بسط لك إياها وأرعاها بطريقة مختلفة. تمام. الأهل كتير
متفاعلين معنا بطريقة إيجابية ومتعاونين وعم يجوا على كل الورشات وعلى كل التدريبات اللي نحن عم ندعي لهم لها. لأنه إذا بتسألي أي أم كيفه ابنك شو أخباره إن شاء الله أنه يعني كمل علاجه كمل كذا، بتقلك أموره منيحة بس نفسيته تعبانة. صحيح، تمام. فهي كلمة نفسيته تعبانة إذا نحن بنترجمها بطريقة علمية، نحن عنا شيء اسمه مناعة نفسية موجودة عند كل شخص. نحن هدفنا بقلب هذا البرنامج العلاجي أني أنا أرفع له حصانته النفسية ومناعته النفسية لحتى يضل عنده طاقة يقدر يتحمل فيها الجرعات والفتح الوريدي وكل البرنامج الطبي اللي بيتم تطبيقه عليه. معظم الأهل يلي نحن عم نتعامل معهم هن كمان عم بيكون عندهم منهم رغبة أنه خلوا المجتمع يشوف أنه هذا المرض ما هو النهاية. بكره في واحدة من الأهل قالت لي أنا بكره كلمة أنه يي حرام أو ليش هيك صار في نظرة الشفقة أو تماماً. لذلك نحن هدفنا الأساسي من خلال الورشات التدريبية اللي بنعملها للفريق التطوعي ومن خلال البرامج والمحاضرات التوعية اللي بننشرها كمان ببرنامج الوقاية أنه نحن نعلم الناس شيء اسمه المشاركة الوجدانية. المشاركة الوجدانية يعني أنا حس فيكي بس أنا ما ورجيك إني شفقانة عليكي. أنا ما قلك عادي وبسيطة وأي حدا بيمر بهالشيء الناس استخف بألمك واستخف بمشاعرك، وبنفس الوقت أنا ما عاملك مع أنه كمان أنه you are in a near to death experience. أنت يعني أنا عم ودعك وأنا عم حسسك بشفقة. لذلك أنا بتم بقلهم للفريق طبعنا بأليسار أنه برنامج الدعم النفسي الأساس فيه هو الصلابة النفسية مع المشاركة الوجدانية. نحن ما بيصير نقعد نبكي قدامهم، نحن ما بيصير طول ما لنا قاعدين هيك عم نلحمس عليهم ويا على قلبي عليك وشبك وشو القصة وبتمرق. لا، نحن مدربين على أساسيات الدعم النفسي العالمي حسب منظمة الصحة العالمية. هي كلها ورشات نحن عم نعملها لفريقنا اللي أنا بحبه وبفتخر فيه. برجع بقول فريقنا التطوعي هو الجندي المجهول بهي المؤسسة. قدام هم الفكرة اللي حكيتي عنها دكتورة، يعني أنه اليوم حتى نفسه فريق الدعم لازم يكون متقن لعمله، ما يكون انه والله مثل ما قلتي طبطبه او هو بينجر بالحاله النفسيه باللاشعور اللي عندنا انه يبكي، فبالحالتين ما راح يفيد الشخص اللي هو عم بيساعده، يعني بالعكس بيأذيه وبيأذي نفسه، لانه راح يصير هو حيوصل هو نفسه لمرحله حاسس نفسه حامل اعباء كثير من الاخرين اللي حواليه، ما راح يقدر يفيد الناس. فكره كثير مهمه حكيتي عنها. بدنا قبل ما نختم حديثنا كلمة أخيرة تحبي تتوجهي فيها لكل يلي عم بيتابعنا وعندهم طبعا حالة سرطان، ومثل ما بنقول ما في شيء ما له علاج، كل شيء الله خلقه وبنفس الوقت وجد لنا الداء والدواء. بدي أقول إنه القصة كلها الأمل بالعمل. نحن بأليسار مأمنين بهي الفكرة وعم نشتغل وعرفانين لوين بدنا نوصل، وعنا استراتيجية وخطط قريبة المدى وبعيدة المدى. كان من تطبيقا لفكرتنا بالأمل بالعمل أنه نحن هلأ رح نوسع برنامج الدعم النفسي ليشمل كل القطر، ونحن رح يكون لنا انطلاقات ورح يكون لنا ورشات بكل المحافظات بإذن الله. وهي نقطة بداية وليس بس أنه نحن حنوصل لهون وبس. كمان بدي أقول أنه نحن قريبا هلأ رح نفتتح وحدة للتسريب الكيماوي خاصة ومستقلة لأطفالنا بأليسار. ومثل ما نحن عملنا الماراثون واجت عليه جميع، حسيت أنا وقت عملنا الماراثون يلي صار ب 21/5 لدعم أطفال السرطان، وقتها كان شعارنا في سوا ومعك رح نهزم السرطان، كل الطبقات الاجتماعية اجت وكانت صحيح الدعوة كانت عامة مشاركة. وكان يعني نحن متوقعين يجي 150، تسكر الأوتوستراد المزة من كتر ما كان في أشخاص عم يجوا بدعوة وبدون دعوة، إنه دريانين ومو دريانين. فبحب أقول لكل حدا عنده منه طفل سرطان بقول له أنا بحس فيك، أنا بفهمك، أنا معكم قولا وفعلا. وهي رسالة رح ضل أنا حاملتها وفاء مني لكل مناضل ولكل محارب سرطان صغير أنا قابلته بحياتي، سواء هو موجود معنا هلأ أو سواء هو نجم حلو عم تضوي سما حياته. أكيد نتمنى بالختام الشفاء لكل المرضى. دكتورة غنى كنا سعيدين بوجودك، نتمنى لك التوفيق ولجميع كادر المؤسسة، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يا رب نشوفكم في جميع المحافظات منتشرين بأعمال خيرية أكبر وأكبر. شكرا كثير. شكرا على الاستضافة. يسلم. شكرا لك والتوفيق لكم يا رب والشفاء لكل أطفالنا يا رب.